بعد اخذت انت عنه فكره انه هو شخص قوي جدا في المانجمنت وقوي جدا في تسليم التاسكات واداره الناس والى اخره. فصرت انت في كل مره عم بتفوضه لانه يعمل هذا الشغل مع انه فعليا مش هيك، لكن انت ما بعرف شو اللي عمى على بصرك وبصيرتك بعيد الشر عنك، واخذت عنه هاي الفكره، فراح تدخل حالك والشركه في الحيط طول الوقت. وانا احكي لك كيف تشتغل حالك، كيف تطور حالك، وكيف تحفز حالك. في هذا الفيديو بدي احكي لك كيف تحفز حالك كمدير، والاهم كيف تحفز الناس اللي بيشتغلوا معك. How to motivate yourself and your employees. جاسم مصطفى ولو مور. وخلينا نبدا. اهم التيبس واهم النظريات اللي راح تخليك انت تشتغل على التحفيز بشكل كثير كثير كثير. اول نظريه او اول طريقه للتحفيز هي شيء في الحياه اسمه The Hesburgh's Theory of Motivation. والله راسي بيحكي لك انه في نوعين من الاعمال، المحفزه والغير محفزه، نوعين من العوامل، المحفزه والغير محفزه، الموتيفيترز والديموتيفيترز. العوامل المحفزه او الموتيفيترز لازم تزيدها قد ما تقدر في الشركه تبعك او في شغلك او مع نفسك. مثل شو؟ مثل باريد وير، بتعطي انواع عمل مختلفه للشخص، مش دائما يسوي نفس التاسك ويقرا في حاله. الشغله الثانيه ريكوجنيشن، انك انت تحسسه انك انت شايف الانجاز اللي هو بيعمله وانك تحترمه. سو اللي بعديها ابريشيشن، واللي بعديها ابريزلز، او تعطيه زيادات ماديه او واتيفر، لكن تحط هاي العوامل المحفزه في بالك. ومنها كمان السنس اوف اتشيفمنت والانتنسيفز. طيب شو العوامل اللي مش محفزه يا جاسم؟ من العوامل اللي مش محفزه مثلا كونتينيوس بريشر، دائما في بريشر في الشركه. الشغله الثانيه يمكن الكلتشر الموجود في الشركه. الشغله الثالثه البور بيمنتس او اللي هو الرواتب القليله مثلا. وكمان الكومباني بوليسي، طريقه عمل الشركه او قوانين الشركه الداخليه، سواء الرواتب القليله، قوانين الشركه الداخليه، البريشر او الضغط الدائم في الشغل. واي شيء عكس العوامل المحفزه ديفينتلي اتس ديمو موتيفيتر، ولازم انك انت تقلله قد ما تقدر في الشركه، بشرط انه ما تكون هاي الموتيفيترز والديموتيفيترز عم بتاثر على الريتيرن اوف انكم او انفستمنت للشركه، او حتى على انتاجيه او توقعات الموظفين. النقطه الثانيه او النظريه الثانيه ماسلوز هايركي اوف نيدز، الكل مر عليه صوره المثلث او الهرم اللي عم بقول لك اياه، اللي عم بحكي عن النيدز تبعت اي هيومن بينج او اي انسان في الحياه، واللي هي بتبلش من تحت لفوق، واذا انجزت اللي تحت تقدر تطلع الليفل اللي بعده، انجزت اللي بعده تقدر تطلع الليفل اللي بعده، لحد ما توصل لراس الهرم، واللي هي بتحكي لك عن ايش؟ فيسيولوجيكال نيدز، اكل شرب وهكذا اشياء، ولبس ودفء والى اخره. الليفل الثاني من عمو ماسلوز hierarchy of needs السيفتي نيدز، انك انت تكون حاسس بالامان في المكان وبين الناس اللي انت اذا عايش معهم او عم تشتغل معهم. والليفل الثالث من ماسلوز نيدز السوشيال نيدز، الريكوجنيشن الاجتماعي وانك يكون لك حياه اجتماعيه، والله يخلينا السوشيال ميديا يعني ما بنقدر نحكي لك اكثر من هيك. والليفل اللي بعده استيم نيد، انك انت تكون راضي داخليا عن نفسك وعن الشيء اللي انت بتعمله والاشياء اللي بتشتغلها. والليفل اللي بعده واللي هو الالتيميت نيد في الماسلو بايراميد اوف نيدز، اللي هو السلف اكتشواليزيشن، انك انت تكون مؤمن ايمان تام وراضي رضا تام انه هذا الاشي اللي بتعمله هو سبب وجودك واللي عايش عشان واللي انت راضي عنه. والنظرية الثالثة ماك ريجورز اكس اند واي ثيوري، شو بقول لك؟ بقول لك في عندك نوعين من الناس، في ناس نوعهم اكس، في ناس نوعهم واي. لنوعهم X هم اللي راح تتوقع انه they need a micromanagement, you cannot trust them, they are lazy, they are not doing achievements, and they avoid work. النصيحة الأخوية انك لا تعمل مع الناس على هذا الأساس. النوع Y هم الموتيفيتد، هم اللي ما بيحتاجوا management أو إدارة للأمور اللي بيعملوها بشكل كثير دقيق، وانك انت لازم تشيك على كل اشي هم بيعملوه. هم لا self-led انهم او اصحاب قيادة ذاتية، هم بيمشوا امورهم لحالهم وبيديروها لحالهم، بيعرفوا يشتغلوا وينجزوا لحالهم، هم motivated متشجعين ومحفزين داخليا على العمل. نصيحة، حاول انك انت تتعامل مع كل ناس شركتك على هذا الاساس انهم Y، لكن اذا كانوا X people او ناس من نوع X، حاول انك انت تدربهم to drag them لحتى يتحولوا
للناس من النوع واي. ليه؟ لانه ديفينتلي شركتك او انت راح تتعامل مع ناس اكيد ناس من النوع اكس وناس من النوع واي وناس اصلا من النوعين مع بعض مره هيك ومره هيك، لانه راح يقضوا لك اياها لو مهتم كانت لحالك. المهم حاول انك انت توليد يور بيبل لحتى انهم يوصلوا لك يكونوا من النوع واي اللي هو اصحاب قياده ذاتيه لانفسهم ومحفزين انهم يشتغلوا بدون ما حدا يقز السماء. النقطه الرابعه او الثيوري الرابعه اكلي لينز ثيوري of needs. هذا الثيوري بشكل عام بيحكي لك انه في ثلاث انواع رئيسيه او ثلاث احتياجات رئيسيه اللي هي achievement وaffiliation وpower. الكلام الكبير ده اللي انت بتقوله روق، هسه بحكي لك شو هو الachievement needs. انه الاحتياج للاحساس بالانجاز، certification، training، تسليم قبل الديدلاين، thank you، يعطيك العافيه، انجزت كثير، بجنن شو هالشغل هذا. This is the achievement needs. Affiliation needs ممكن نحكي عن الهارمونيزيشن في العلاقات في مكان العمل وبين أعضاء الفريق، الانسجام، يعني تكون العلاقات فيها نوع من الانسجام بين أفراد وطاقم العمل اللي بتخليهم يشتغلوا مع بعض، لأنه حلو كثير يكون في علاقات بين أعضاء الفريق حتحفزهم أنهم يشتغلوا مع بعض ويدعموا بعض في الشغل لإنجاز المهام المطلوبة منهم. وآخر ميد اللي هي الباور. في عندي نوعين، في عندي البيرسونال باور زي ما وضف لكم، يعني personal power انه اموره تمام. الانستتيوشنال باور زي البوزيشنال باور، القوه الماخوذه من المسمى الوظيفي، سي او مدير الشركه، المدير العام للشركه، المدير التنفيذي للشركه، هذه اسمها انستتيوشنال باور. هلا المهم من كل هاي اللفه تبعت هدول الثري تايب اوف نيدز انك انت تعرف مين من هاي الاحتياجات اللي انا اهتميت فيه وطورته وسقيته واي جرو ات اب، نميته. الاهتمام فيه راح يوصلني لإشي اسمه thematic a perception test TAT، ما هدخل في معناها وكسر بتروا عنها يول جت تنوت راح تعرفوها إن شاء الله. والنظرية الخامسة أو النقطة الخامسة في هذا الموضوع إشي اسمه Oculus Theory، وهي نظرية يابانية. شو بتحكي لك؟ تقدير appreciation والاحترام الهائل للموظف، إشي تقريبا زي lifetime employment اللي ما هنخليك تروح إلا لما تموت، يعني راح تضلك تشتغل معنا لحد احنا ما بنستغني عنك، احنا بنقدرك، انت ابن عالم وناس عم يطلعوا من راسك تشتغل معه. وهي هي الاوكلس ثيوري زي الياباني. ننتقل للنقطه اللي بعدها وهي النقطه رقم 6، وهي نظريه اسمها في بومز اكسبكتنسي ثيوري. شو بتحكي لك؟ بتحكي لك انه الناس تتعامل مع الاشياء على حسب توقعاتها وعشمها وفهمها لهذا الموضوع. من خلال هذا الفلتر راح تطلع على الموضوع. شو يعني؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا كمدير او انت كمدير، انا بشتغل عندك، جيت انت اشتغلت انا تاسك معين وسلمته في وقته، فانت قمت اعطيتني انتنسيف او اعطيتني 100 دينار او 100 دولار مثلا كحافز لي، هلا بصير بشتغل على هذا الاساس، بصير عارف انه الانجاز الجاي انا اذا بنجزه سلمك اياه اون تايم راح احصل على 100 دولار انتنسيف. فهيك انا فعليا بصير اشتغل اكثر واشد على حالي لحتى اسلمك اياه اون تايم وبالكواليتي اللي بتعجب عطوفتك. وبرضه من هاي الاشياء اللي ممكن تخطر على بال الموظف انه اذا بتعامل مع مدير مثلا سهل، مثلا مش كثير بدقق على وقت الحضور ووقت الترويحه، فبصيروا عادي يجوا متاخرين شوي ويروحوا ابكر شوي، واذا كان ستريكت اكثر بالنسبه للوقت تبع الحضور والغياب فشو بيسووا؟ مثلا بصيروا يجوا قبل الوقت بشوي ويروحوا بعد الوقت بشوي. هم بتعاملوا مع الشخص اللي قدامهم بناء على اساس نظرتهم لإله وفهمهم لإله وعشمهم فيه. واخر ثيوري او اخر نظريه راح كان واضح وصلنا رقم 7 فعليا، هي الهالو افكت. الهالو افكت بيحكي لك انه انت تاخذ فكره معينه عن شخص معين بناء على شيء عمله قدامك او فكره انت بنيتها عنه، وتصير تطلع لهم دائما في كل الحالات من خلال هذا الفريم اللي انت شكلته عنه. يعني مثلا حد اخذت انت عنه فكره انه هو شخص قوي جدا في المانجمنت وقوي جدا في تسليم التاسكات واداره الناس وهو الى اخره، فصرت انت في كل مره عم بتفوضه لانه يعمل هذا الشغل مع انه فعليا مش هيك، لكن انت ما بعرف شو اللي عمل على بصرك وبصيرتك بعيد الشر عنك، واخذت عنه هاي الفكره، فراح تدخل حالك والشركه في الحيط. بيفور ديليجيتنج ورك، قبل ما تفوض الناس للقيام بالاعمال تاكد انه هم قادرين على العمل او على انه هم ياخذوا عنك زمام الامور. اذا لا فضلك تابعهم وضلك اعمل ابديت لافكارك عن الناس، وما تثبت فلتر واحد تشوف الناس من خلاله، لكن لو فعليا عن جد طلع قادر على القيام بهذا الشيء فاعطيه مور اند مور تاسكس اللي هو قادر يعملهم واللي هو انترستد انه يعملهم واللي تخدم مصلحه الجميع ومصلحه الشركه ومصلحه الفريق
ومصلحة الموظف. من هون لحتى نصير نقدر نعمل كل هذا الحكي. أشوفكم على خير وسلام.